السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. فيديو جديد نفيد بيه ونستفيد. حضرتك لو أنت البوتاجاز عندك تقيل الأكر ومضايقاك يعني مع الشغل، الزيوت بتخش جوه الأكرة بتاعة البوتاجاز وبتبقى تقيلة، عندي ليك فكرة حلوة أوي. هتجيب إزازة زيت زي كده أو قطارة تعملها أو سرنجة، هوريك ليه. الأول نقفل العموم بتاع الجاز من هنا كده أهو، عشان بس هنعمل لفة كده فيه. هنعمل ايه؟ هنشيف البوتاجاز بتاعنا حضرتك كده، وهنرجع نشد كده بره اهو، خلعناه. اهم شيء تخلي بالك من سهل جدا جدا. انت المفروض بتعمل ايه؟ بتجيب يمين شمال، بتعلي وتوطي وتدفي، فالعمليه سهله جدا. بتجيب زيت مكن زي ده كده اهو، وبتبقى هنا عامل على العمود بتاع البتاع كده اهو. يا ريت نولع الكشاف عشان نشوف اهو كده اهو كده اهو، معروفه يعني. وبعمل ايه انا بقى؟ بعمل كده اهو، برجع تاني بالزرار اهو، اركبه كده اهو، وافضل اعمل كده، وافضل اعمل كده، وافضل اعمل كده، افضل اعمل كده. لازم نقفل الغاز عشان نعمل زي ما احنا بنعمل الحركه دي. هتلاقي الزرار ناعم معاك وبقى سهل جدا جدا، وتركبه زي ما انت عايز. هخلع لك البتاع تاني اهو اهو. هنعمل بالقطاره كده اهو، او بازازه الزيت كده، الزيت اهو باين اهو. يا ريت نقرب شويه كمان اهو اهو كده اهو، الزيت دخل جوه الاكس اهو، تمام التمام. او بالقطاره هتكون بالنسبه لك برضو صغيره زي ما انت عايز، او بسرنجه وتكون السن بتاعها، وتيجي معامله كده مصمم كده الاول، وعاطي قطاره، وتيجي مراجع بالاكره تاني كده اهو، تركبها هيشتغل معاك وهيبقى تمام التمام. ودي حاجه سهله انك انت تقدر تعملها. الى اللقاء، فيديو جديد نفيد بيه ونستفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما ننساش نقفل الغاز.